هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة البشرى. يا هدية من ربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، صحائتكم وكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله صيامنا وقيامنا. هذا العام العيد ليس كسابقيه في هذا الظرف وفي هذا الوباء، وباء كورونا الذي نسأل الله أن يرفعه عنا. في هذه الفقرة أستقبل ضيوف أعزاء، معنا الشيخ عيسى سايح أستاذ شريعة وعضو في المكتب الوطني للجزائر الخير. أهلا بك وكل عام وأنت بخير. الله يبارك صحيتكم وربي قبل منا منكم وأحمد لكم دائما فيكم. ومعنا المنشد بن عدة سيد أحمد، أهلا بك وكل عام. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير. كنت حنا نبدأ معك نقول لك احكي لي كيف دخلت في عالم الإنشاد، ولكن خلينا نسمع نعرف صوتك قبل المشاهد ثم تفضل بإمكان شيء من الابتهاء. بمدح المصطفى تحيا القلوب، بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقى شيخ. ربما عرف روحه بصوته قبل ما يعرف أفضل. نعم. ما شاء الله، الله يبارك. صوت شجي ومتألق إن شاء الله، ذكرنا وشوقه للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المناسبة وشوقه أيضا للقاء أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوباء يعني يتصل بيناتنا وما خلاش نتلاقى وما خلاش، لكن إذا كان الأجساد ما تلاقاتش فإن الأرواح لغة خاصة، للقلوب لغة خاصة، فالتواصل قلب قلب، فنتواصل بالدعاء، نتواصل الآن تكنولوجيا كبيرة جدا، فواشوقه إلى لقاء رسول الله وأحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيكم. سيد أحمد، كيفاش دخلت لعالم الإنشاد؟ أكيد كعادة المنشدين بدأت في المسجد كي كنت صغير، كنا نقرأ في المسجد، بعدها بدأنا بفرقة صغيرة كحفلات في المسجد في المناسبات، المولد النبوي الشريف في رمضان ليلة القدر، بعدها شاركت في مسابقة بلال لأحسن أذان، منها كانت تحصلت على المرتبة الأولى ولائيا ولاية المدية. نعم. نعم. بعدها كانت ثم انطلاقتي الأولى، لمنها دخلت الفرقة النور اللي هي معروفة وطنيا وحتى مشاركة في محافل دولية أيضا، تعلمت والحمد لله وما زلنا في طريق. آمين إن شاء الله. شيخ، كنا تكلمنا على الظرف اللي رانا فيه في هذا في سواء في العيد أو في رمضان، ونعلم أنك في مع جمعية جزائر الخير وكنت نشطين في رمضان الماضي، فما هي النشاطات والمبادرات اللي كنتوا بها؟ يعني مبادرات كبيرة جدا، نجدد تهاني العيد لكل أحبابنا وإخواننا والعاملين في العمل الخيري والاجتماعي ولأبناء جزائر الخير في مكاتبها الولائية والبلدية المحلية والمكتب الوطني وجميع الأمة الإسلامية. طبعا هذا العام كما عرفوا عام استثنائي، يعني
جات كورونا حبست كل شيء، بل حتى قلبت الموازين، يعني كانت هناك أشياء أصبحت تقاليد موجودة عندنا فقلبت التقاليد، وكانت عادات تبدلت ما أصبحش عادات ضرورية مهمة، فكانت أولويات واحدة أخرى بدل الوسائل فاحنا طبعا التعقيم وهذه الاشياء تاع اول نظن في المديه في عندكم اول نعم. تقريبا ورشه بدات صناعه الكمامات في نعم. في المديه كنا درنا لها زياره، كذلك التعقيم تاع الشوارع والاماكن والاماكن العموميه، ثم اشتغلنا بقضيه فتحت ورشات الخياطه تاع الكمامات، صناعه هذا الجال تاع اللي نديروا به قضيه التعقيم، ثم أكثر من ذلك رحنا للفقراء والمحتاجين معوزين، خاصة الناس البسطاء والعاملين يحتاجون إلى دعم القفة، فكانت القفة قبل رمضان وثم القفة في رمضان، وفي العيد بالضبط يحتاج أولا قفة العيد لأن العيد الناس باش تجوز العيد لازم القفة تاع العيد، ثم كذلك احنا عندنا كسوة الأيتام وكسوة المحتاجين، فكان كذلك وزعت الكسوة على الفقراء والأيتام خصوصا، بعض الحلويات كذلك تتوزع بالمناسبة كذلك لبعض البيوت وكذا حتى نصنع الفرحة والبهجة. كان العادة أننا نزور المستشفيات، طبعا هذه المرة تعرفوا باللي الأمر هذا يحتاج إلى مراجعة شيئا ما، لأن فيه محترزات وقائية. وفقكم الله. طيب نبقى مع الكورونا، كما قلت غيرت المعطيات حتى بالنسبة للمنشدين، في الغالب في رمضان تكثر نشاطات المسابقات، هذا العام ربما تغيرت المعطيات، ما كاش حفلات ما كاش، لكن تواصلنا على المواقع التواصل الاجتماعي، كنا صحيح. عبر بث مباشر مع الأصدقاء الأحباب في الحسابات شخصية وحتى في الصفحات، كذلك كل المنشدين والفرق حتى وضعوا قناة خاصة ولا صفحة خاصة بالفرقة وبث فقرات إنشادية. كانت مسابقات شاركت في مسابقات العام؟ لا هذا العام لا، إن شاء الله في المواعيد القادمة. أستاذ كان لخصوا هذا العام في ظل هذه الظروف، ماذا نستخلص؟ من الأشياء اللي كمؤمن لازم الإنسان يكون عنده قناعة باللي عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير. الدروس المستخلصة من هذه المرحلة كنا جمع الكورونا الجارحة مع رمضان، أول حاجة صدقا كل بداية نهاية، كل شيء يبدأ ينتهي لكن كيف ينتهي؟ الحمد لله الكورونا الآن راهي في التناقص إن شاء الله إلى تزول إن شاء الله تزول. رمضان بدأ انتهى صحيح، كيف ينتهي؟ ولهذا لازم الإنسان دائما يكون إنسان إيجابي، ولهذا نكثر من الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كيف يحسن الله لنا العواقب في الأمور كلها؟ هذه الحصة الآن إن شاء الله ربي نخرج منها بأحسن ختام، وخاصة معنا المنشد الفنان. كذلك رمضان خرج رمضان، انتهى رمضان، انتهى لي وعليك وعلى كل إنسان، صح كيفاش انتهى؟ صحيح. الجارحة تنتهي لكن كيف تنتهي؟ قلنا لازم نخرج منها في رمضان، قال لعلكم تتقون، بأكثر تقوى أكثر قرب وحب لله عز وجل. اثنين، الضربة التي لا تقسم الظهر تقويه. جميل. مهما يكون الظرف في كورونا وهذه التضييقات، إذا صبرت وهذا الدرس، كل ما تصبر تنال، والفرحة تأتي بعد الصبر والعطاء. ولهذا بعد رمضان كان عيد، أنا فرحانين اليوم، هذه الفرحة هي نتاج صبرت تنال. والله وما ربك بظلام العبيد، ربي ما يضيعش أجر المحسن، انت تعبت تنال، برك تصبر وتحتسب وتكون في الايجابي. كذلك اللي ممكن ناخذه من 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 هذا الدرس، وهو ان الانسان مهما تكون ظروفك اجعل جنتك في قلبك، جنتك في صدرك،
معك الله. مهما ما تكونش سعادتك قال انا خدام ما كنتش خدام ما نخرجش ما كنتش سعيد لو كان ما صليش في الجامعه ما كنتش لا الارتباط بهذه هذه اسباب نرتبط بها لكن الارتباط الحقيقي هو مع الله. ان ترتبط مع الله سبحانه وتعالى زوجك واش تمتلك؟ تمتلك حاجتين، اول تمتلك الرضا والقبول والسعاده داخلك لان معك الله وربي. ولا شوف عيش ما شئت فانك ميت، واحب ما شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك مجزٍ به، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اذا كنت مع الله عز وجل لن 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 تخيب. وحنا عندنا كلمه يقولها الجزائريين ربي معك، اوه ما احلاها ربي معك. اذا كان معك ربي من ضدك؟ اذا كان الله معك فمن عليك، واذا كان الله عليك فمن معك. فاذا ناخذ من هذا الدرس كن مع الله، كن المعيه مع الله حتى تقصر مع الناس. صح ترك قلب رب متواصل مع ربي سبحانه عز وجل. وبالتالي المؤمن ألف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. كتكون مع ربي تألف كل ظرف وتعمل مع كل ظرف، تكيفنا الظروف ولا تتلفنا. ما كاش جوامع درنا التوراة في بيوتنا، ما كاش جوامع نصلي العيد في بيوتنا نحضر العيد، ما كاش مثلا نقصت شوية ما نلبسوش جديد، ما نلبسوش جديد، نغسل القديم ونلبسوه. لان هذا هو اني نتكيف. لكن الاصل يبقى مع الله، صلاتي ما تروحش، قراءتي للقران ما تروحش، فعلي للخير ما يروحش، تواصي مع الارحم ما يروحش. لكن اذا الازمه ديال الهمه ما كاش حاجه الا عندها ماشي حل، حلول. ولهذا دروس كبيره جدا نخليو الطاقه تاعنا هذيك للعباده في العظمه. نروحوا كما قلنا شرع حوايج ولا في هذه الظروف لما متوثيش. أنا ألمني مزقني، يعني كما يقولوا الجزائريين قطعني من الداخل. أنا اللي أرى يعني نساء بوليداتهم ورايحين في الشوارع في الفيترين يطبعوا ويدخلوا داخل الفيترين، تطلع ويدخلوا 4-5-6-7 الداخل، وبعد تهبط ويقضوا بشي. علاش؟ لما باش تشري تفرح وليداتك؟ جميل، ما كاش من نوع ما قدرين يحبش يفرح ولاده ولا يفرح نفسه. لكن راه كاين تهلكة، كاين أولويات. إذا كان الجوامع بيوت ربي تغلقت صحيح، كيفاش أنت راح إذا كان الأصل هو القرب والحب والعبادة لله عز وجل. احنا شايفنا في اللبسة، ليس العيد من لبس الجديد، إنما العيد من تقواه تزيد، من حبه وقربه من الله يزيد، من عطاءه وسخاؤه يزيد. هذا هو العيد. أما العيد في اللبسة، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد يلبس يعني من الحلل، لكن معروف أن كانت له حلتان يلبسه في الأعياد وفي الجمعات، كان قادر يوميا في كل صلاة يلبس حاجة جديدة. لكن ليس إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لهذا لابد أن نأخذ هذا الدرس. فاحنا الحمد لله رانا خرجنا من رمضان والحمد لله رانا في العيد ورانا فرحانين ورانا كذا، لكن بالمقابل لابد ان ناخذ الدروس. لان من لم يستفيد من 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 من, من الواقع تاعو، من التجربه تاع الحياه تاعو، اللي خرج من هذه المرحله دون ان يستفيد، دون ان يتغير، فهو مغبون. نفس الشيء يقول من استوى يوما فهو مغبون، واذا كان البارح خير من اليوم فانت مجنون. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كان كثير من الناس يعتقد أنه بعد رمضان تنتهي الأعمال الخير أو أعمال العبادات، فربما رمضان هو فرصة لكي ننطلق في أعمال العبادات. من ذاق عرف، من ذاق ياه، أنت مع القرآن بين يدي الله، وممكن مش ممكن، أنا عندي والله عندي يقين في ربي سبحانه عز وجل. أكبر خطأ أنك ترجع لنفسك التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. ما تقولش باللي انا زعما انا قمت، لا، ربي وفقني للقيام. انا ليله القدر، ليله القدر ممكن ربي يوفقك سبحانه عز وجل، برك لان يكون عندك نيه طيبه، عندك شوق، عندك رغبه، عندك يقين في الله سبحانه وتعالى، يوفقك ربي سبحانه عز وجل. انت في هذه المرحله تاع رمضان، انا متاكد الحمد لله اذا كان عندنا 50,000 ولا 60,000 مسجد، معناتها نقولوا عندنا 100,000 امام، راه عندنا دوك ولا 4 ملايين ولا 5 ملايين امام، صح ولا لا؟ صحيح. اللي يصلوا في البيوت، نقولوا 5 6 ملايين 10 ملايين ممكن عائله، نقولوا عندك تقريبا 7 8 ملايين امام، كل واحد يأم. إيه؟ انت راك خلاص المفروض راك عرفت باللي انت مسؤول، عرفت انت ام، كنت ام في رمضان، صليت التراويح اول مره، تصلي التراويح وتقرا القران، انت تخدم، انت تقرا في القران،
كنت تسمعه برك من من, من من الإمام، أنت تختمه قياما، هذا فضل كبير. رب ضرة نافعة. سبحان الله، عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنسان تاني تلزم يكون إيجابي أستاذ، اسمح لي. نعم. كما قالوا يشوف كي يشوف الكاس نص يشوف في الشيء الممتلئ ماشي في الفارغ. والله كل ممتلئ، غير احنا برك انت على كل شيء ممتلئ كتشوف. والله يا اخي الخير فيه ما اختاره الله، خلاص ممتلئ، انا بصير ممتلئ ماهوش منصف. للاسف احنا برك نفهموا فهم خاطئ. انا نحب نقول كما قلت انت ربي يجازيك ان شاء الله، يعني الان ماذا بعد بعد رمضان؟ ماذا بعد العيد؟ بعد العيد ماشي قال جماعه نقدرت موجي خلاص يلا طبق المصحف وحطه وحتى يتغبر العام الجاي، يلا السجده هذه اللي كل ذاك الحصر اللي كانت تصلي عليهم انتهت. لا، اول حاجه نحافظ اصلاتي. كان بعضنا ما كانش محافظ اصلات قبل رمضان، الان بلي حافظ ما في الدار في البيت، نحافظ اصلات، نحافظ اصلات الجماعه في البيت اذا كان مثلا جاي. ممكن حتى ان شاء الله تفتح المساجد في القريب ان شاء الله، وما رحتش للمسجد مثلا الاب ما رحتش للمسجد ولا العائله نصلوا في البيت جماعه، تعلمنا جاي. حتى الام تأم بناتها صحيح. إيه الجماعة في البيت. اثنين طبعا مشي نخلو الجامعة، إذا كنا في البيت وما كانش ما رحش الجامعة ولا حاجة نصلي نحافظ على الجماعة. اثنين الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم دارنا 6 شوال. كاين بعض الناس من رمضان في الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ب60 شوال كان كمن صام الظهر 6 شوال. يعني استيمتع شو كم تحبي خسن ننسى تحبيها متقطعة تحبيها متواصلة تحبيها ستيمتع شو، حتى إذا الدين خلي الدين القضاء أو بعد إذا ما قدش تجمع بيناتهم الدين والشوال والصوم باش نحافظ على الصوم كذلك، ونرتب لنفسي على الأقل مرة ولا في الشهر ولا مرتين في الشهر نصوم باش ماشي من رمضان صيام. ثلاثة قراءة القرآن، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، القرآن روحي يشكي لربي سبحانه عز وجل، على الأقل نقرأ يكون عندي ورد، إلا مشي حزبين حزب، إلا مشي حزب نص حزب، إلا مشي نص حزب على الأقل نقرأ ولو صفحتين في اليوم، ما نرقدش دون أن نرى ننظر في كتاب الله. كذلك من الأشياء اللي تعلمناها الذكر والدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما عندك حتى قيمة لولا الدعاء، الدعاء والضراعة الذكر، ولا ذكر الله أكبر، تعلمنا ذكر ربي سبحانه عز وجل. هنا برك لفتة إذا سمحتوا لي، والله العظيم استجلاب الرزق، استجلاب البركة، استجلاب التوفيق. هنا راح أقول لكم حاجة، استجلاب حب الله، الله أكبر، من لا يحب أن يحبه الله؟ عباد كاين واحد التقنية استجلب بها حب الله، كلمتان خفيفتان في الميزان، خفيفة على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله بيحمد سبحان الله العظيم، ربي يحبهم في العظيم، فكل ما تكثر منهم يحبهم ربي، يحبهم ربي. إذا أحبهم الله سيحب من؟ الإنسان. من يقول ذلك؟ ذاك الذكر أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاجة كبيرة جدا، ولا ذكر الله أكبر حاجة كبيرة. نحافظ على الذكر. اخيرا النقطه الاخيره الصدقه، صدقه احنا تعلمنا في رمضان صدقوا، انا نقول ننصح بعضه على الاقل مره كل على الاقل مره في الاسبوع، وخاصه بالجمعه، جمعه رمضان والجمعه مباركه صدق، وبعد زيد اكثر من ذلك. علماؤنا ينصحونا باش في خاصه في العشر الاواخر ماذا بكل يوم، كل يوم تقدم صدقه، ما تحقرهاش، اتق الله ولو بشق تمره، إلا ما عندكش الدراهم كامل ابتسامة تفوجي أخيك صدقة. وأنا ننصح خوتي يرحم بابكم يا لكم في الديار في العائلات، ابتسم لزوجتك، ابتسمي لزوجك، ابتسم لأولادك، تصدق عليهم بالبسمة يا صاحبي. كان بعضهم كي صدقوني كان بعضهم كي يضحك وجهه يتشقق، علاه؟ عنده شهرين عام ما ضحكش، باطل هي باطل. تصدق بس ابتسامة تفوجي أخيك صدقة، ما شاء الله صدقة، تصدق على الاقل يا سيدي قلنا يوميا، انت على الاقل انا ماذا بيت حافظ على كل جمعه، كل جمعه ولو مبلغ بسيط، لا ماشي كل جمعه كل شهر كي تدخل لك مبلغ تاع الدراهم تاعك خلي لله، يكون عندك حاجه لله صدقه، ومما رزقناهم ينفقون. انا صدقوني اذا خرجت بهذا الشكل تخرج بهذا الشكل وتحافظ عليها، لان انا
ربي يحب الادوم خير الاعمال ادومها وان قل الادوم. اما تجي مثلا في 10 ايام ولا تدير لي الله يبارك ومن بعد ترقد عام كامل ما ماهوش حب حقيقي. بروفيتاج انت تستغل. لا ليش استغل مع ربي استغل بصح انا حبك تحب واذا حبيت ما تقولش سنة المقابل لانك تحب واذا احببت احبك الله وحبب فيك خلقه. بارك الله فيك شيخ على هذه الفوائد والفضائل القيمه اللي ذكرنا بها. نعود الى السيد احمد. انا معجب بصوتك فلو تسمعنا شيء اخر. بارك الله فيك. راح نسمعكم مشودة العيد. تفضل. عيد علي الوصال وصال عيد عيد علي الوصال وصال عيد فإن شوقي لكم يزيد. عيد علي الوصال وصال عيد فإن شوقي لكم يزيد. بارك الله فيك سيدي. الله يحفظ ضفوك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. شوقتنا إلى صوت جميل ورائع. الله يبارك فيك. شيخ نعود إلى النقطة اللي هي العام صلاة العيد. نعم. شفنا بلي صلاة العيد والمساجد راهي مغلقة وحديث عن الصلاة في البيوت. نعم. لا نقول الحديث عن الصلاة في البيوت. الحمد لله وصدقا هذا العام وزارة الشؤون الدينية مع التجاوب ولا أروع مع الطوارئ تاع الجارحة وكانت يعني متابعة لكل شيء بياناتها وفتاويها فتوى تاع اللجنة لجنة العلماء تاع الفتوى على مستوى وزارة الشؤون الدينية كانت حسمت في هذا الأمر محسوم فتوى بمعنى أن يصلى العيد في البيوت لأنها سنة مؤكدة تصلى في البيت. اولا احنا صلاه العيد عادي برك ماشي مسجد وما كاش خطبتين نغتسل نلبس لباس الى جديد الى مش جديد مغسول ومحدد وما شاء الله ونتعطر ونكبر ونسبح الله عز وجل التكبيرات المعروفة وراح تندال إن شاء الله في المساجد. أنا حتى في البيت نكبر ونهلل ونسبح كل عادة في المكان في المسجد كذلك في البيت. ومن بعد إذا كنت وحدك طبعا نتمنى ما نكونش وحدنا في البيت أكيد راح نكونوا عائلة طبعا. فإذا كان واحد وحده يصلي وحده العيد يعني بعد شروق الشمس بنص ساعة أو 20 دقيقة تقريبا هكذا ينوض الإنسان يكون يسبح ويذكر ربي سبحانه عز وجل ومن بعد ينوض والتكبير ينوض يصلي صلاة العيد بنية صلاة العيد معروفة صلاة العيد الناس كامل كيفية باش طبعا تكبيرة الإحرام ومن بعد سبع تكبيرات أخرى زائدة بعد تكبيرة الإحرام ومن بعد يقرأ بعدها سورة بعد الفاتحة يقرأ سورة سبح مثلا او ما تيسر له من الحفظ ثم عادي ركوع وسجود سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية يكبر تكبيرة ومن بعد يزيد خمسة زائدة سهلة باش تفعلها. تكبيرة الإحرام سبعة زائدة زيد لها سبعة ومن بعد تكبيرة القيام للركعة الثانية زيد لها خمسة سبعة خمسة صحيح. سبع سماوات خمس صلوات باش نحفظوها. تكبيرة الإحرام زيد لها سبع تكبيرات زايدة ومن بعد ندخل في الفاتحة تاعي نقرأ الفاتحة ونقرأ سورة أخرى سبح والله أي سورة تحفظها أخرى أي تحفظ سبعة ومن بعد بعد الركعة الأولى نوض للثانية تكبيرة تاع القيام ومن بعد نزيد لها خمس تكبيرات زايدة ومن بعد نقرأ ما تيسر الفاتحة وما تيسر ونقوم بعد سلام
نتغافروا في البيت وصعيدكم والحلوى وهكذا كما رانا دايرين احنا من الله يبارك هكذايا النبولات وكل شيء ما يفرح نظهر البهجه والفرح ونبدا بالتواصل مع اهالينا ومع اخواننا اللي عندنا نتواصل معهم عن طريق الهاتف او عن طريق الان التواصل الان الحمد لله راهي غير برك صوت وصوره صوت يعني وصوره يعني وماذا بينا يعني نكثر من الدعاء ونتواصل يعني مع الله عز وجل باش يرفع علينا هذه الجارحة وتعود أيامنا إلى ما كنا عليه وأحسن إن شاء الله. أستاذ كان نقدم نصائح للمشاهدين خاصة كان هناك حملة توعية اليامات على المواطنين أنه ما يتنقلوش البيوت عائلتهم لصلة الرحم، فكما قلت عبر مواقع تواصل. نعم. كان هناك طرق أخرى. شتو الجزائري إحنا يا إخواني إحنا 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 الجزائريين مشكلتنا اسمحوا لي ما احيانا هذا حدنا العاطفه زائده يعني عاطفه الاكستريميتي احنا تزيري لحبك يعضك ولا ضرب معك يعضك هو عضك يعني كيفاش نحيوا هذه الظاهره اسمحوا لي والله ال 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 يا اخواني كيما قلت مقبله انت بك عاطفه باش تفرح وليداتك راح تروح الفيترينا وتشري وتدخل وكذا وممكن تنقل العدوى والفيروس للناس ممكن يموتوا يعني جاي كحلاء معها علاج الحاجة بسيطة وماهيش أولوية راح تدير حاجة كبيرة راح تدير جرم كبير ولحنا ماذا بينا نحاربوه ونطوقوه ما استطعنا كذلك صلاة الرحم الآن ما كاش واحد فينا ما هوش مشتاق أن راح يشوف أهله ما كاش واحد فينا ماهوش حاب يروح اهله لكن تاكد باللي ممكن انت قد تكون سبه في فجع هؤلاء الاهل وتكون تسبه وبعد واش دير واش شايفين ولهذا الوقايه خير من العلاج بيوت ربي الحج والعمره او العمره ان شاء الله الحج ربي تفتح العمره وما وراهي ما كاش كيفاش تروح الزياره فيكفي انما الاعمال بالنيات وندير الاسباب اللي نقدر نديرها عن طريق التواصل عن طريق التليفون ولا عن طريق الان التواصل المرئي وكذا ويكون تواصل اجتماعي حتى اسمحوا لي نزيد كذلك حتى الكلمه تاع هذا البعد الاجتماعي ما كاش منها هذه كلمه خاطئه هم يقولوها بزاف البعد التباعد الاجتماعي لا التباعد الجسدي اما التباعد الاجتماعي راه موجود بين التباعد الاجتماعي عبر المواقع التواصل المواقع القفه التعاون الاتصال الدعاء الدعاء ماشي التواصل الدعاء بلا 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 لزينيتي وبلا شوم بلا حتى شيء قلب ربي يوصل باذن الله عز وجل ولهذا من نحن ندعو الى اخواننا في ظهر الغيب حتى يقولنا الملك ولك بالمثل ان شاء الله. استاذ كي تكلمت على تكبيره العيد تفكرت احنا كي كنا دائما في الايات السابقه نعم نوض صباحا نسمعوا التكبيرات هذوك فهذيك هذاك احلاوتها هذاك الشهر هذاك هو الشهر انا كنت اتكلم عليه هذا الشهر الان الحمد لله يا اخي في المساجد الوزارة الشؤون الدينية قالت باللي يندار في المساجد ونزيدوا احنا نكبروا في بيوتنا نكبروا قبل ما نبداو الصلاه نريحوا شويه ماشي غير نبداو نريحوا شويه نقدروا نبداو حتى نص ساعه وحنا نسبحوا ونكبروا في البيت ومن بعد نوضوا باش نحسوا باللي ما كاش فرق غير برك كان عندنا مسجد ولات عندنا مساجد ولات بيوتنا كاع مساجد وصلى فيها العيد وهذه نعمه من الله لسنا أغير على الله من بيوت الله لا مزايدة وحمي زايدة عليك لسنا أغير من الله على بيوت الله ولسنا أغير من الله على دين الله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وفي آية ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الحمد لله بيوت تاعنا الآن أولادنا بناتنا عم يصلوا سنرى بإذن الله التغير كبير بإذن الله عز وجل في المجتمع تاعنا وفي الناس سنرى التغير ممكن ما يبانش الان لكن مع الزمن سيظهر وتشوف احنا نتمنى كذلك باذن الله ان شاء الله. استاذ كما قلنا التكبيرات حو كانت معنا تكبيرات اخ سيد احمد تكبيرات العيد الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بارك الله فيك. ذكرنا في الأيام لطن الله ما شاء الله. هذا العيد وهذه الأصوات الجميلة صدقوني لا لازم نكونوا واقعيين، نمزج هذه الحياة. يوم عيد لازم يكون فيه الفرحة ويكون فيه الصوت الجميل ويكون فيه الألعاب وتكون فيه الحلوى، لكن بدون تبذير بدون كذا. لازم نظهر الفرحة لأنها عيد. لازم ربي إن الله يحب أن يرى نعمة عبده نعمته على عباده. ربي يحب يرى نعمة تاعو على العباد تاعو، لا في لبستهم لا في فرحتهم، يفرح ويسلم ويغني وهكذا، وكله يزيد في الطاقة والشحذ ونحو الإيجابية ونحو الاستمرارية. صحيح. إلى الأمام. خاصة في هذه الظروف أستاذ والأخ، نشوفوا الكثير كاين يوميات يتعاودوا نقولوا في الحجر المنزلي هذا، فلما تجي مناسبة هكذا مثل العيد، عيد المسلمين، فنفرحوا به ونديروا كل ما يمكن لفرحة العيد وإدخال السرور والبهجة في وسط العائلة. وكاين أيضا نقطة حابين نتكلموا عليها أستاذ، في الأيام ما قبل الكورونا كنا كثير منا يتذمر من يوميات، مثلا يقول لك الملل وكرهته منا، فنشوف اليوم ولينا نتمنى هذه المعيشة، قالوا كانوا ولوا هذوك اليامات. فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هو برك الإنسان للأسف لا يعرف نعمة حتى تزول. صح. نعم، احنا في نعمة كبيرة جدا والله، نعمة صحة العافية كذا. أول لأن أول حاجة لازم كان الرضا، ولهذا نوصي إخواني ونفسي وكل الناس دائما واحد كيحسه مقلق وش دير؟ الدعاء المعروف، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله، قلها 3 مرات يرضيك الله. إذا رضاك الله تحس بالاستقرار بالسكينة، تبدأ تنطلق من جديد، جدد طاقتك وهمتك، لأنك كنت تبقى بنفس هذيك النفسية. أنا بكري كنت نقول الكلمة، كنت نقول بكري كانت معروف عندنا إحنا في الشباب يقولوا المورال حابط، المورال طايح يا أخي هكذا. صح. كنت نقول لهم مورالك إيمانك، مورالك إيمانك، طلع الإيمان يطلع لك المورال، ارتبط بالله تطلع. جميل. والله السعادة ليس السعادة جمع مال، إنما التقي هو السعيد. كل ما تكون مع ربي سبحانه وتعالى، كل ما تحسن الظن بالله، كل أنا اسمحوا لي نحير في بعض الناس اللي يقول لك ما عادش الزهر، عندك رب وتقول ما عادش الزهر. شو المثل؟ واحد بابه وزير ومرفه، ولا بابه ما باش ملك يقول لك أنا ما عنديش زهر. مش كل اللي عنده زهر ماله، أنت عندك رب رحمن رحيم كريم عظيم عفو كريم، راه يقول لك البارح كان يقول لك في 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 ليله ليالي رمضان، كان يقول لك برك اطلب تعطى، سل تعطى، عفو تحب، يحب العفو برك قل له اعفو عني. كم واحد قال لك شغل الله مثلا الاعلى، شغل واحد يسالك مثلا دراهم، يسالك 100 مليون، هو يقول لك برك قل لي سامحني برك سمح. قل لي برك نقول سامحني، ما نقولوش يوصلك 100 مليون باش خاطر ردهم. صح. قل له السماح برك يقول لك سمح. ربي يقول لك برك قل له يا رب حنانيك عبدي، عندنا رب كيما هكذا ودايخين وحزنانين وحايرين. مشكلة راهي فينا هنايا، مشكلتنا في فهمنا وفي ايماننا. وللاسف كاين بعض الناس اللي يعني تخصص تاعهم سبيسياليتي تسويد، يسودوا غير بالك وربي يديك النار وعندك كذا وذا. وين سبحان الله، وين بشروا ولا تنفروا. والله بشر، اعظم حاجه انك تحبب الخلق في الخالق. خلي عباك ولد هكذا معلمه في القسم تقول لهم شكون يحب ربي، شكون يحب ربي، تلميذ كيعرف دو في البريمارا، تلميذ كيعرف دو يديهم، واحد ما حبش يديه رحت عنده قلت له انت ما تحبش ربي؟ قال لا ما نحبش. قلت له وعلاش؟ قال لا يديني النار ونحبه. صغير علاه؟ لان في الدار كلمه زوج يقول له ربي يديك النار، ربي يديك النار، ربي يديك النار. ديجا راك تقول عن الله حاجه، ما راك تقول انت تتقول على الله عز وجل، حرام عليك. ما
ورحمته وسعت كل شيء نعرفه ورحمة ربي. وشفت والولد هذاك ولا يشوف باللي ربي النار برك ولا عذاب وكذا وكذا وكذا. هذا واش تعرف ربي تعرفه غير النار والعذاب وجهنم وكذا. هذا واش كاين ربي؟ لا اله الا الله رسول كل رحمة الله على عباده. نعرفه باللي رحمتي يقول وسعت كل شيء. والله تقرا القران غير تلقى سبحان الله. ماهوش وقتنا برك ولا كاين تفاصيل هكذا. ربنا عظيم يكفي حان. والله ردنا رب عظيم. فاذا استشعرت العظمة تاع ربي سبحانه وتعالى ولزمتها بالتقوى تاع ربي سبحانه وتعالى والله العظيم يسعدك وسعداك وفرحتك وبشرتك. بارك الله فيك شيخ. الله الحديث معك ما نملوش منه. والله حتى انا ما بيش اني هكذا ربي سبحانه وتعالى معكم موجود رحيم مع هذا الصوت الشجي ومع هذه الاجواء تاع العيد الفرحه. ان شاء الله انا فرحانين ربي ان شاء الله يفرحنا بايماننا بالقبول الذي تقبله منا. ان شاء الله ربي يفرحنا ببلادنا بامتنا بفلسطين ان شاء الله تنتصر وباعداء فلسطين ان شاء الله ينكسروا. وإن شاء الله ربي يفرح كل إنسان وإن شاء الله ربي يشفي المرضى ويذهب عنا الوباء والبلاء والغلاء والغباء ويذهب عنا كيد الأعداء بإذن الله عز وجل. عظيم ربنا سبحانه عز وجل. آمين إن شاء الله. الأخ سيد أحمد ربما كلمة أخيرة وتهاني تريد تقديمها لي. نشكركم على هذه الاستضافة. كذلك بارك الله فيك شيخنا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك أنت كذلك. فيك بارك. تحياتنا لكل المشاهدين الكرام. وصحة عيدكم وكل عام وانتم بخير لكل الأمة الإسلامية إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ كلمة أخيرة للمشاهد ولي ربما تحب تهنئ كش واحد. والله أنا أهنئ كل أهل والأحباب وكل أمة. نحن إنما المؤمنون إخوة. نحن نهنئ كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ونقولكم والله بكل بساطة خلوها قاعدة عندكم. عندنا رب عظيم فلا تخافوا. كن مع الله كن مع الله سيكون معك. بارك الله فيك. وأنا بدوري أوجه تحياتي وتهاني للعائلة الكريمة والأصدقاء والأحباب وكل مشاهدي قناة الأنيس الفضائية. وإن شاء الله نكون ربما وصلنا لهم فرحة العيد هذه ولو قليلا إن شاء الله. إن شاء الله. ونقول لكم تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. Yeah.